عليكم، مرحبا بكم في قناة دوجي شانيل. كنتمنى تكونوا في أحسن حال إن شاء الله. اليوم بغيت نشارك معكم الافتتاح ديال المحل ديالي. مرحبا بكم كاملين، وكنتمنى أنه ينال الإعجاب ديالكم وفرجة ممتعة. Thank you.
هما يزيد، ونتمنوا الخديجه ان شاء الله تلقى مبارك سعيد، تكون عليها بالخير، يجعلها سيد ربي هادشي فيه الخير والتيسير، فتح ليها ابواب الرحمه ديالو سبحانه وتعالى، ويجعل هادشي كله يتروج ليها على خير. صلى على النبي، كيبان عندها كلشي، صلى على النبي دواقي، عاودت المحل ديالها بالاصلاح، كلشي تبارك الله عجبنا، الله يجيبك التيسير بنتي. امين، الله يجازيك بخير، شكرا اختي وفاء، بارك الله فيك. الله يسخر لك خديجه دي صاحبتي وجارتي، الله يسخر لك ويكمل عليك بالخير، كنتمنى لك التوفيق في اي حاجه. امين حبيبه. امين. شغل كنقول لك شكرا حبيبتي لي خطاك. الكلمه ديالك خالتي انت هي الاولى. الله يسخر لك امين. امين لي خطاك. تتمنى الدجاج الشهرية اللي مسيرة موفقة إن شاء الله، الله يكمل عليها بالخير، وإن شاء الله كل شيء دارت غزال ما شاء الله عليها، المحل ديالها تويبات شي حاجة جديدة مازال ما كايناش في فاس هي عندها، والله يسر ليها يا ربي، الله يسرها. امين حبيبه. امين، شكرا لكم، وانا كنقول لكم بالدور ديالي شكرا على الحضور ديالكم، وتشرفت بالوجود ديالكم عندي، ومرحبا بكم ومرحبا بالناس اللي كيتابعوني ولا اللي خطاكم عليا. وصلنا لنهاية هاد الفيديو، صراحة داز نهار زوين بزاف مع الصديقات ديالي والعائلة، تنقول لهم شكرا بزاف، شكرا على التواجد ديالكم معايا، لهلي خطاكم عليا، وكنتمنى كذلك يكون نال الإعجاب ديال المشاهدين هاد الفيديو، هذا عجبهم المحل. الفيديوهات المقبلة إن شاء الله غنشارك معهم الجلبات والقفطنات والأثواب كذلك اللي كتوفر عندي حاليا. وبالنسبة لهذا الجبادو اللي لابسة، كما نال الإعجاب ديال الناس اللي جاو عندي، أكيد أنا عارفة أنه غيعجبكم. البنات اللي متبعيني مش حال هادي، فيتشاركت معكم بطريقة الفصالة دي والخياطة ديالو كذلك، وكذلك هاد الجبادور تحت الطلب اللي يعجبو وبغاتو ممكن أننا نخدمو لها ونوصلو لها حتى البيت، مرحبا بالجميع. وشكر خاص لأغلى ناس في حياتي اللي هما ماما وبابا، تنقولهم شكرا بزاف لكم، شكرا على الدعم ديالكم المادي والمعنوي، لهلي خطاكم عليا، راه أنا بلا بكم ما كنسوى والو. وكذلك شكر خاص بزاف لصديقة الروح ديالي، يعني صراحة كلمة صديقة قليلة في حقها، راه أخت وصديقة وحبيبة وعزيزة عندي بزاف، راه ما نقدرش نوصف لكم أنا ديك السيدة شحال كنحبها بزاف بزاف بزاف، تنقولها شكرا للتواجد ديالك في حياتي. الصديقة ديالي ختام، تنقولها كنحبك بزاف، والله يدومها محبة بيناتنا إن شاء الله يا رب. وبالنسبة للعنوان اللي نزلت لكم في الفيديو على فلوس اليوتيوب، جاوني بزاف ديال الاسئله، بزاف ديال الصديقات ديالي تيسالوني واش اليوتيوب فيه الفلوس. اليوتيوب داير كاي عمل، مثلا الشخص كينوض في الصباح كيمشي للمكتب ديالو، اولا كيفتح المحل ديالو كيتوكل على الله، راه نفس الشيء اليوتيوب، راه مستحيل انك تقبضي تفتحي قناه وغادي تقولي صافي راه غنلوح الفيديوهات راه غنبدا نتخلص منها، هادي راه ما كايناش، حيدوها من البال ديالكم، حيت كاينين بزاف ديال اليوتيوبرز تيقولك بان فلوس يوتيوب ساهلين دغيا كيجي، وهذا راه ما كايناش هاد المساله، هادي راه كاينه الخدمه، يعني بمعنى الكلمه راه الخدمه، راني يعني بحال داير واحد المشروع وكتخدم عليه، راه هذا هو اليوتيوب، راه تخدم على الفيديوهات بزاف، تطلع المشاهدات ديالك، تطلع القناه ديالك باش تبقى تبان لك في محركات اليوتيوب، راه ما كايناش شي حاجه كتجي سهله. وكنتمنى التوفيق للجميع، وشكرا على التتبع ديالكم. وصلنا لنهايه هذا الفيديو، كنتمنى نكون كنفيدكم، الا كنت كنفيدكم ما تنساوش الاشتراك في القناه ودعموني بلايك باش يوصلكم دائما كل جديد، وكنقول لكم السلام عليكم.